اهلا بكم من جديد. القضية دي انا اعرف ضخامتها واهميتها وبتضرب في انهي مناطق بالظبط، وعشان كده انا بقول لحضراتكم الكلام اللي احنا بنقوله لا نبتغي به اي شيء الا وجه هذا الوطن. يعني على سبيل المثال في الفاصل جالنا تعليق من احد المسؤولين في وزارة التضامن عن الملف الإعلامي يعني هناك، وقال يا جماعة دي لجنة فيها أعضاء من الرقابة الإدارية ومن الجهاز المركزي للمحاسبات ومن مجلس الدولة. عايزين إيه؟ عايزين يا فندم ببساطة إنه هذه اللجنة تشكل خارج وزارة التضامن، خارج وزارة التضامن، عشان على الأقل على الأقل، لأنه مش هقول أنت صاحب مصلحة ولكن أنت شهادتك مجروحة، شهادتك مجروحة، فعشان نخلص من هذا الجدل العقيم، لأنه مهما كانت النتائج التي ستأتي من هذه اللجنة بهذا التشكيل من قبل وزيرة التضامن، لا اتجرحت. احنا هنا ما بنصادرش، والناس اللي في اللجنة دول ناس شرفاء اكيد 100% وبيشتغلوا للبلد، لكن احنا عايزين المسألة تبقى بشفافية وبوضوح. انا قلت هذه اللجنة باطلة واطالب ولا ازال هيئة الرقابة الإدارية بتشكيل لجنة، بتشكيل لجنة، لأن اللجنة دي مش هتروح تراقب يا أستاذ العزيز اللي علقت على هذا الموضوع، مش هتروح تراقب المستشفى دي. أنا بطالب إن هي تراقب وزارة التضامن اللي راقبت قبل كده المستشفى بشكل واضح أهو، كويس؟ ده لا ينفي تقديري واحترامي للدكتورة غادة والي، لكن يبدو إنه في صف تاني بيلعب في الموضوع ده. ماشي؟ طيب، عايز أقول لحضراتكم بس لما قلنا الصفحة بتاعة اللجنة الشعبية للدفاع عن 57، عايز أوري لحضراتكم الصفحة دي اتعملت من أيام قليلة. المشتركين فيها أو اللي عملوا لايك للصفحة اللي هم يعني دول اللجنة الشعبية هم 25 واحد. أهو على ال 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 على الهوا أهو، على يمين الشاشة أهو. 25 واحد دول اللي هم عملوا لايك للصفحة، اللي داعي اللي بيدعي الناس للإعجاب بالصفحة وللوقوف مع المستشفى الأستاذ محمود العسقلاني. أستاذ محمود العسقلاني راجل محترم وجدا، وبيقوم بدور مهم جدا في الحياة العامة المصرية من خلال هو بيرأس لجنة مواطنون ضد الغلاء، ودائما يدافع عما يعتقد أنه صحيح. هنا أنا بقول أنت تدخل في معركة الحقيقة، يقول لك الدفاع، اللجنة الشعبية للدفاع، دفاع ايه؟ دفاع ايه؟ احنا بنتكلم على مخالفات والناس تروح تحقق فيها. واقول لحضراتكم حاجة، هكون اول واحد اذا ما توصلت لجنة محايدة الى انه كل الكلام اللي اتقال ده والكلام اللي قاله وحيد حامد وغيره لو طلع خطأ، انا اول واحد هعلنه وهقوله لحضراتكم بشكل واضح، لان هو ده دور الاعلام بالمناسبة. إن لما بيتكلم وتطلع الردود يقولها بنفس القدر عشان الناس تبقى عارفة. طيب، هنا بقى بنتكلم في إيه؟ الحقيقة إحنا ما بنشككش في الخدمة الطبية ولا في الأطباء ولا في طاقم التمريض، لأن دول ناس بيشتغلوا ليل ونهار. الكلام على إدارة المستشفى.